السلام عليكم. اليوم جيت ندير معاكم تشارك العريان، وصفة ناجحة والبنة ما نحكيش. يلا حبيتوا الوصفة تبعوا معايا. واش نسحقوا في الوصفة؟ نسحقوا 125 غرام تاع زبدة، كاس اتاي تاع الزيت، كاس اتاي تاع الماء زهر، نص كاس تاع سكر كلاص، لافاني وحبه تاع البيض، ونسحقوا اللوز والسكر باش نديروا الحشوه نتاعها، بيان سور الفرينه بلا ما نساوها. هيا نبداو على بركه الله. نحط الزبده تاعي، نحط الزيت، نحط الماء زهر، حبه تاع البيض، نخلط مليح، نحط السكر سكر كلاص، نبدا نزيد في الفرينه بلا ما ننسى الخميره تاع الحلوه مغرف صغيره. نزيد لافاني، نبقى نزيد في الفرينه حتى نكون عجينة طرية. هاي لي كيفاش جات العجينة. دوكا ندير كريات صغار، أنا وزنتهم 30 غرام الوحدة. جبت اللوز تاعي حمصتو لتلت كيلات وكيلة تاع السكر، ونلمها بشويه تاع ماء زهر، نعجنها مليح. هاي ليك دوكا ساشي يعني نفتح فيها كيما راكو تشوفوا فاش راني ندير. نجيب حبة تاع البيض، نحط فيها شوية تاع لافاني، نرمدهم هكذايا في الكاوكاو، ميكونش محمص بزاف كيما راكو تشوفو. مليك بعد ما طابوا درت لهم شويه سكر كلاص من الفوق كتزيين. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، ونقول لكم بقاو على خير، والى الملتقى ان شاء الله. عامل كيفاش جاوب.